يسعد صباحكم صبايا. اليوم بدنا نعمل ثلاث وصفات كتير سهلات، هي بشيبس الدوريتوس. اول شيء الشكر الجزيل لرفقاتي ولحبايبي، عاده نحن بنجتمع بالشهر مره وبنتعلم من بعض اطباق جديده وحلوه، ورح افيدكم كل ما شفت طبق جميل. بدي اتشكر فيدا، وبدي اتشكر هازار، وبدي اتشكر جمال. المهم صبايا، اليوم الوصفه سهله، وصفتين بالدوريتوس، وصفه على البارد ووصفه تطبخ. خلينا نشوف. الوصفه على البارد عباره عن خس، ممكن الخس الامريكي السبيرج، وممكن الخس الطبيعي العادي. بندوره، بندورة صبايا، فاصولية حمراء اللي بيسموها راس الهندي، وممكن تحطي ذرة وممكن تستبعديها للذرة. هذا الصوص ممكن تحضيره بالبيت، رح أذكر مقاديره، وممكن تجيبيه جاهز. هذا هو، تمام صبايا. المقادير: بندورتين كبار وخس واحد كبير، تفرميه بهالطريقة وبتحطيه بالجار على جنب. ممكن بودرة ثوم، وممكن ثوم مطحون اللي نزلت مقاديره صبايا، بياخد العقل، مع كزبرة ومع لحمة مفرومة. خلينا المقادير الثانية: بندورتين تفرميهم هالفرم ناعم، فليفلة ملونة صبايا، على مبدأ الصيني ما بدنا تلين الفلفل. شوفي شلون الفلفل ملون، حبة حبة على الماشي، احمر اورانج اصفر اخضر. اذا حبيتي تكون حبة بتحطي قرن فلفل واحد وبتفرميه بهالشكل. حطيت 3 معالق زيت مازولا، مجرد ما سخن الزيت بحطهم لاخذ طشة، بدي تقلاية بهالشكل لساتها محافظة على قوامها الجميل. صبايا نشوف ايش نحط. بنحط هالبندوره، بهالطريقه بدي ادعم لون هالبندوره، بحط كاتشب معلقه صبايا بس بهالشكل. وممكن هاي البندوره العاديه، البندوره السعوديه، كثير جيده للمعكرونه، كتير طيبة، ما تلاقيها حموضة مثل دبس البندورة البلد. بهالشكل صبايا بنتركها لمدة 5 دقايق تتجانس مع بعضها. ممكن بعد ما ناخد تسبيك الرش منها. صبايا هاي وصفة الدوريتوس على الساخن، كلياتها على الساخن غير اللي على البارد. هلا بنشوف طريقة البارد والفرق بيناتهم. اخذنا هالتسبيك البسيط خلال 5 دقائق 6 دقائق، بالكثير 7 دقائق تشويح بهالشكل. هلا بدنا نحط الفاصولية علبة كاملة صبايا، كثير طيبة، ممكن تحضريها تحضير مسبق للصوص بهالشكل. ثاني يوم بيكون عندك عزيمة، طبق سناك بسيط جميل وبنفس الوقت ساخن. بدي احط ذرة كمان صبايا علبة، بدي اشوحهم بهالشكل كلياتها بزيت، تشويح بسيط وتطبيق ممكن تحطيها على جنب بالبراد لتاني يوم، مجرد تطبيق مع الصوص. هلا بنشوف شلون طريقة التطبيق. طيب هاي الدوريتوس قلنا على البارد، على البارد شلون؟ فرمنا الخس هالفرم، حطيناه كطبقة أولى، تاني طبقة فرمنا البندورة بهالطريقة، وكمان فرشناه، وحضرنا للزينة هذا الزيتون،
المنزوع العجو على جنب. فقط هاي اللحمة بنحط معلقتين زيت ومنقلي اللحمة بكزبرة وتوم، ممكن توم باودر وممكن التوم اللي طرحت مقادير. بحاجة للصوص، هذا هو الصوص، بدي احط تقريبا 3/4 علبة لهذا الجاط، وللثانية بدي احط علبة كاملة صبار. بالنسبة لهاد بصراحة بدنا نجيبه جاهز، ما هيك؟ طيب بيطلع كتير طيب ومميز. في صبايا عم يسألوا مدام ممكن تحضيره في البيت، رح نقول جود بالموجود صبايا. رح نحتاج للمقادير اللي رح أذكرها، اكتبيها عندك مشان تخلطيهم مع بعض ويصير عندك هالخلطة. بدنا نساعد المغتربين واللي بداخل سوريا اللي ما موجود عندهم هالصوص، ونحن تعلمنا المصداقية بالمقادير لناخد الطعم الأطيب. تشوح الصبايا، بالنهاية رح نحط ملح، وبدنا نحط أوريجانو، معلقة بعطيها طعم رائع، معلقة كبيرة صبايا، وراح نطفي جاهزة خلطتنا. صبايا تعودنا ناخذ البديل بكل وصفة، إذا ذكرت كلمة كاتشب بكل بساطة، إذا عندك دبس البندورة السعودي هذا هو اللي منقول معجون طماطم، مجرد ما تحطي نقطة خل مع ربع معلقة سكر، نحن بدنا مقدار معلقة فقط لهالخلطة، تمام؟ تاخدي الكاتشب. طيب نحن بدنا هالخلطة لصبايا سورية اللي رح نقول جود بالموجود، ما متوفر هالصوص عندهم، وممكن المغتربين ما له متوفر، حتى بالسعودية تلاقي موجود ببعض الأماكن. رح نذكر المقادير: علبة لبن الجاهز، وممكن للسوريين اللبن بلدنا اللي عادي البقري ممكن، وممكن التاني. منحط معلقتين كبار مايونيز، ومنحط معلقتين كبار كاتشب اللي ذكرت طريقة تحضيره بكل بساطة. منحط توم مطحون، كمان نزلت مقاديره، وممكن توم باودر. منحط معلقتين كبار لبنة، بتتميز اللبنة، خلينا نفكر شوي مشان نلاقي البديل. اللبنة هي مزيج سميد خالي من السوائل، بتلاقي سميك، مجرد ما ننشف اي لبن بناخد لبنة. عندك لبنة جاهزة اللي بتلاقيها مثل طعمة القشطة، معناتها ممكن بكل بساطة نستعمل معلقتين قشطة بوق اذا ما موجودة اللبنة، تمام صبايا؟ منحط معلقة كبيرة جبنة كريمية، ممكن بوك المطربانات، ممكن جبنة المثلثات، ممكن جبنة كير. بدنا نحط طبعا ملح، وبدنا نحط خردل. دايما انتي دوقي هالصوص، هلا انا دقته لقيت فيه حدودية، رفيقتي ما قالت لي زيدي الشطة، ما قالت لي زيدي الخردل اذا ما له موجود. كل انسان له حاسة تذوق معينة لتوصلي للمطلوب، بمجرد الاختبار بتوصلي للمطلوب. دقتها لقيت فيها شطة، انا بدي اعطيكم مصداقية تامة، ما دام فيها حدودية معناتها فيها شطة. اذا عندك شطة حطي، واذا ما عندك شطة فليفلة ناعمة جدا ممكن تطحنيها، وقت عم تخلطي المواد وبتطحني المواد مع بعضها، تمام صبايا؟ هذا هو البديل اذا ما هو متوفر عندك هالعلبة.
صبايا بالنسبة للدوريتوس ممكن تحطي هاد، والأطيب الجبن. أنا هلأ بدي أبعت ابني يجيب لي كيس تعني. تمام صبايا، هاي هي بكل بساطة. بالنسبة للبارد هلأ بدنا نشوف شلون تطبيقها، وللساخن شلون تطبيقها. ما بدنا ننسى نحن بحاجة لجبن أشقوان، وممكن جبن موزاريلا براحتك، وممكن الجبن البلدي الحلوم، بس هي الأطيب بالموزاريلا والأشقوان. بس نحن عم نذكر البدائل لصبايا سوريا. شوحنا مكونات صبايا، حطيناهم بهالطريقة مثل ما قلت لكم، عبارة عن تطبيق بتطبيق. راح نحط كل الكمية، نحط الدوريتوس في الصبايا بهالشكل، ممكن على الأطراف. بدك تحطيه حد براحتك، هذا بطعم الجبن بهالشكل. كيس هلأ بدنا نحط الصوص الصبايا بهالشكل. بدنا نحط الصوص صبايا كلياته فوق طبقة، وبالأخير بدنا الصوص صبايا، وممكن كمان كم حبة بهالشكل. هدول بيجوا مقرمشات عليهم جبن بهالشكل. هلأ الجبن الأشقوان وراح نحطها بالفرن مجرد 10 دقائق صبايا لتسيح الجبنة. انتبهوا ما بدنا تحترق الجبنة بهالشكل. جاهزة على الفرن صبايا. آثار العلبة حطيت نقطة مي، معلقة مي سخنة هيك، ودوبتها. ما بدنا نترك ولا أثر من الصوص، وحطيتها وعلى الفرن لمدة يا دوب 10 دقائق. صبايا جاهزة، رح نسكبها بهالشكل من جروب مطبخ دلال حناوي النواعم والمبتدئات. خطوة بخطوة، وأهلا وسهلا فيكي صبية، ممكن تتابعيني بقناتي كل جديد بمصداقية تامة. رح أسكب كمان، بتروح كلها صبايا كتير طيبة.